والله ابني يقول انت قاتلت الدوله وكمشوه عند العشاره وحطوه بالسجن وبعدها ردهم طلعوه وجابوه ويعني مجزره مروعه صحيح يعني يذبحوه مثل ما تذبح الخروف يعني ويعني مجزره هاي ما تنسى خالص يعني وجابوه يعني ما اعطونا جثته اول شيء يعني بس اجانا رجال واعطانا جثته وبعدها اخذناه ورحنا قسمناه ودفناه وبعدين جو علينا واخذوني قال هذا ما يندفن مقابر المسلمين هذا مرتد هذا واخذهم ملقي اثنين قالوا هذا تحفرون وتطلعون جثته يعني هذا مقابر المسلمين هذا مرتد هذا وردوا بعدين جم علينا اخذوني وسجنوني قال انت مسوي تعذيب يا اخي ما سويت تعذيب طيب واحد يجيك يسلم عليك تطرده يعني ظلات يجي 15 يوم يعني محكمة الميادين يعني هناك بس سجن هذاك يعني والحمد لله رب العالمين على كل شيء هذا يعني.